صاحب فتوى النصر الله يطول بعمره إن شاء الله، الأعمار بيد الله، لكن واضح أنه القضية الأعمار بيد الله، سنة سنتين سنة، يجوز أثناء حكم السوداني، يجوز أثناء ما بعد الانتخاب، يعني الأعمار بيد الله. بس صمام أمان العراق في خطر، فتخيل من البديل؟ هل سيستطيع أن يكون صماما للعراق مثل ما كان السيد السيستاني الله يطول بعمره؟ أنا حقيقة ما يعني أنا تعال قولي، وكيف ستستثمر قوى داخلية وخارجية الغياب إن شاء الله اللي الله يطول مسافته هواي، كيف تستثمر هذا الغياب؟ شوف، هو بابا أولا هذا موضوع مهم جدا. السيد السيستاني الله يحفظه ويطيل عمره الطويل، هو ليس فقط بمثابة مرجع أو مرجعية، وأكثر من صمام أمان مثل ما تفضلت أنت. اليوم سيد الثاني عندما تكلم كلامه يسري على بهاء العرجي الذي هو لم يقلده، ويسري على السني والشيعي والكردي وعلى المتدين وعلى غير المتدين، احتراما لهذه الشخصية الكبيرة التي حفظت العراق. لكن المشكلة اللي يجي وراء كل شيء ماكو داتك، كل مهما يكون، احنا مهما كان اليوم خل اقول من مع احترامي لكل المراجع وكل رجال الدين، اليوم السيد السيستاني ما له بديل، فبالتالي سوف لا تبقى مرجعيه، وسوف لا تكون هناك حوزه عند غياب السيد السيستاني، وهذه مشكله كبيره إذا علينا ككتل عظيمه مثل السيد السيستاني وهذا رايها يا بالفساد راح ينخرنا ومعركته أشرس من وما صار شيء، يجي مرجع أضعف وغير قادر على السيطرة. لا لا لا، معناها أنا منتكلم لا، معناها أنه راحت الأمور لجانب آخر يريد إضعاف هذه المؤسسة. نحن ككتل سياسية علينا أن نؤسس إلى نظام سياسي نعدله أحسن ما يروح، هذا قوي حتى يعاني هذه التحديات السوالف اللي تأتي. أنت اليوم بالشارع العراقي، مو بين شارع العراق، متدين غير متدين، سني شيعي كذا، يحترم رئيس الثاني الذي سوف يأتي عن خلاف، هو راح يجي مشكلة ما متفق عليه. زين، سيستان عندما جاء مرجع ما حد ما خالف، وراح هذيك الخامات الكبيره اللي كان بها الشهيد الصدر الثاني وكذا ما موجوده بعد السيستاني. اي، وهذا مرعب. ما موجوده، وهذا مرعب، هذا كارثه مو مرعب، هذا مرعب. بس اعطيني، سيسمح ذلك لقوى داخليه وخارجيه ان تتمدد على حساب مرجعيه حفظت ان البلد بفتواها ومراقبه كل شيء وطالب بتطبيق الدستور وطالب بمحاربه الفساد. انا بخلق لك ملخص عنوان حتى نخلص من الموضوع، لان ما اقدر اتكلم بهذا الموضوع.